استجابة للجهات الراغبة في المشاركة ولفتح المجال لتقديم مزيد من الأعمال المتميزة، أعلنت اللجنة المنظمة بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية المقامة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات عن تمديد فترة الترشح وتسجيل الأعمال للجائزة لغاية 6 مارس القادم. سيتم الإعلان في منتصف الشهر القادم عن أعضاء لجنة التحكيم وموعد تكريم الفائزين بهذه الجائزة.